بحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والإعلاميين وأهل الفن، أقام مركز راشد لأصحاب الهمم حفل سحوره السنوي الذي تزامن مع يوم زايد الإنساني وكان تحت عنوان أصدقاء أصحاب الهمم. دومينيك حوراني، لميتة فرنجية، غالية مرشد، حرصنا على الحضور بأزياء مناسبة للشهر الكريم كالكفطان والعباءة، وشهد الحفل تكريم خاص للروتانا وللزميل بلال العربي. السحور كان مناسبة للاحتفاء وتكريم أهل الخير والعطاء المساندين دوما لمركز راشد، والذين أعطوا بسخاء من قلوبهم كل حب ودعم إلى هذه الفئة من أبناء المجتمع. لولا دعمهم، لولا سندهم، لولا مواقفهم الإيجابية دائما معانا، يمكن مراكز مثلنا إحنا أو مراكز تهتم بأصحاب ذوي الهمم أو أي جمعيات ما ممكن تستمر من غير هالدعم الموجود من المجتمع. كان من أبرز المكرمين روتانا والزميل بلال العربي. الإعلام بلال العربي والإعلاميين ككل بصراحة في مسيرتنا كمركز راشد، يعني إحنا إذا مركز راشد سوى هالاسم أو هذا الوجود أو حاول يوصل حتى شيء من رسالته، لولا وسائل الإعلام ما قدرنا أن إحنا نمشي، وأيضا وسائل الإعلام تتطلب منا إحنا إن إحنا دائما نقدم لهم شيء جديد. وقد تضمن الحفل الإعلان عن تغيير اسم المركز ليصبح مركز راشد لأصحاب الهمم، تماشيا ما أعلن الشيخ محمد بن راشد المكتوم بشأن تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أصحاب الهمم. حفل السحور شهد حضور عدد كبير من الفنانين، كان من بينهم الفنانة دومينيك حوراني. أكيد واجبتنا نكون موجودين بهيك إيفنت، خاصة إيفنت حلو بهالمكان الجميل مثل ما عم تشوف، كله فخامة وناس تنبسط وبتفرح بس تلتقي فيهم مرة تاني كل سنة. لميتة فرنجية حضرت لدعم مركز راشد واللي حضرت بإطلالة رمضانية. حبيت اليوم تل بتصميم لألي من رمضان كالعادة. نحن أكيد كمان كفنانين أو غير فنانين بيكون إلنا أدوار معينة بهالأشياء، وأكيد بقلهم لألهم كلهم رمضان مبارك وإن شاء الله شهر الفضيل بيكون خير عليهم. الفنانة غالية مرشد برغم غيابها عن الموسم الرمضاني إلا إنها كانت حريصة على حضور حفل السحور. يشرفني ويسعدني أكون من أصدقاء أصحاب الهمم، شيء حلو خيري، ونتعلم ونشوف أشياء إحنا نفتقدها، يعني غيرنا يفتقدها وإحنا عندنا ونشكر الله عليها، نساعدهم يكملونا يفهمونا يسمعونا. المؤلف والممثل طلال المرديني داعم دائم لمركز راشد لأصحاب الهمم. الفنان هو قريب من الناس والناس قريبين منه، فالعالم بتحبه، بتحب أن تكون تشوفه بهاي الأماكن، وخاصة يعني مثل ما سموهم أصحاب الهمم، هدول الأشخاص كلنا نحن بنحاول نكون قريبين منهم لأنه هن فعلا الناس السادقين بهي الحياة. الإعلام أيضا داعم لمركز راشد، وهو ما أكدت عليه الإعلامية أميرة الفضل. أكيد دور الإعلامي بما أنه إحنا لنا رسالة في الإعلام أيا كانت هذه الرسالة، بس أنت لازم تشعر أن هذه الرسالة لها قيمة ولها محتوى أنت قادرة توصله. فالعمل الإنساني أنت بتضوي عليه من خلال تغطياتك، من خلال مشاركاتك، من خلال تعريفك عنه بشكل شتى الوسائل، ومن أهمها طبعا الحين السوشيال ميديا.